الكمون هو إحدى التوابل التي ستجدها في كل مطبخ عربي، وينتمي الكمون إلى عائلة البقدونس، وموطنه الأصلي الهند والبحر الأبيض المتوسط. والكمون لا يضيف نكهة إلى المأكولات فحسب، بل له أيضاً العديد من الفوائد الصحية، وتستخدم بذور الكمون في العديد من العلاجات المنزلية. لكنك بالتأكيد ستبدأ بتناول ملعقة كمون قبل النوم عند معرفة قيمته الغذائية. إليك أهم 5 فوائد الكمون قبل النوم. أولاً، علاج الأرق. من الطبيعي أن يعاني الجميع من الأرق من وقت لآخر، وللقضاء على هذه المشكلة يمكن أن يساعد تناول ملعقة كمون بشكل كبير في الحصول على نوم جيد، نظرا لما يحتويه من هرمون الميلاتونين الذي يساعد في علاج اضطرابات النوم. هناك أكثر من طريقة لإعداد مشروب الكمون، ويمكن أن يكون عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء وغلي الخليط، وبعدها ترك المشروب لمدة 5 دقائق حتى يبرد، ثم يصفى ويشرب قبل النوم. ثانياً، مفيد للمعدة ويخفف من أعراض متلازمة القولون العصبي. يساعد الكمون في تحسين عملية الهضم والتخفيف من آلام المعدة وانتفاخ البطن، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف القادرة على تنظيم حركة الأمعاء وتعزيز فعالية إنزيمات الهضم وزيادة إفراز العصارة الصفراوية من الكبد التي تساعد في هضم بعض المواد الغذائية مثل الدهون. شرب الكمون قبل النوم من شأنه أن يساعد في التخلص من عدة مشاكل في المعدة، منها الحموضة والانتفاخ وعسر الهضم، ويمكن أن يعمل أيضا كمسكن لآلام المعدة والبطن. ثالثا، تعزيز المناعة. يعتبر مشروب الكمون مصدرا جيدا للألياف الغذائية والحديد، ويمكنه المساعدة في تقوية النظام المناعي في الجسم، والذي يعمل على محاربة الأمراض والقضاء عليها، وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالأمراض وتسريع عملية العلاج. كما يرتبط الكمون بخصائص إزالة السموم من الكبد وتعزيز إنتاج بعض الإنزيمات. رابعاً، الوقاية من فقر الدم. إن تناول ملعقة كمون قبل النوم قد تساعد في الوقاية من فقر الدم لاحتوائها على كميات كبيرة من الحديد. خامساً، تقوية الذاكرة. إن تناول ملعقة كمون قبل النوم قد يفيد في تقوية الذاكرة لاحتوائها على مركبات مثل الريبوفلافين والنياسين وفيتامين B6 المهمين في المحافظة على الصحة العقلية وتقوية الذاكرة من خلال تحفيز الجهاز العصبي المركزي. في النهاية، فإن مشروب الكمون سهل التحضير، ويمكن الحصول عليه في عملية لا تستغرق أكثر من 10 دقائق، ومن ثم الحصول على سائل أصفر لون يستهلك في جميع فترات اليوم وقبل النوم، ويحتوي على فوائد متعددة تعزز صحة الجسم وتساعد على التخلص من مشاكله.